عرفت ودي واحد من العسكر الناس زياده يصفهم واحد. تعال يا معلم رب العالمين. لقينا المساعدات ولقينا شعب طيب وأملنا كان بجلالة الملك، لقينا أهم من ما كنا متوقعين وأحسن ما كنا متوقعين. الحمد لله استقبلونا جلالة الملك حسين وجيشه ولا قصر معانا. كيف كان الطريق وواجهكم مشاكل خطر فيها؟ اي والله والله خالي انشقينا بتنا بالسحرة لحتى وصلنا لهون. نعم النشيد فوتونا و... لما زالت الحدود مفتوحة وكما ستشاهد بعد قليل هناك الآن باللحظة اللي احنا أنا أمامكم يوجد عبور لاجئين الآن وصلوا إلى الساتر الحدودي وسيتم ترحيلهم. وأعتقد أنه الآن في عندنا ما يزيد عن 1000 لاجئ باللحظة هاي موجودين ضمن هاي المنطقة